فايد دري معكم نزار ملكو جيمر. في فيديو جديد اليوم نهضروا ما كاينش الجيم بلاي، مي كاين واحد الفيديو نهضروا على الانفيديا درايفرز، شي المشاكل اللي كيوقعوا فيها وشي دراري شي تفايوس اللي كاين بزاف دراري كيعملوهم. قلت نوضح لكم بالنسبه للانستالاسيون، دراري الجيمرز تقدر تجيكم الانستالاسيون سهله، كلشي كيعرف يعملها، مي كاين بعض الحاجات اللي بزاف ما كيعملوهمش. دونك اول حاجه نبداو بالزيرو، كيفاش تقلب في الدرايفر. دونك درايفر احسن طريقه هي تيليشارجيه من السيت اوفيسيال، احسن ما تيليشارجيه من سيت اوفيسيال وما تيليشارجيوهاش من انفيديا جي فورس اكسبيريانس، حيت جي فورس اكسبيريانس بعد ما تكون فيها دي بوغ، بعد ما تلانستالاسيون ما كتكونش مزيانه. انفيديا اكسبيريانس جي فورس اكسبيريانس كيتعقل البيسي بعض المرات. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي كيفاش غنتيليشارج. دونك على الدرايفرز انفيديا درايفرز طاق على اللي الاول ايزي. بالنسبه للانستالاسيون كنظن ما علقى حتى شي واحد ما علقى عنده شي مشكل في بالنسبه للتيليشارجمون، هو هذاك بالنسبه للتيليشارجمون ما كنظنش شي واحد يلقى شي مشكل. دونك هنا عندنا جي فورس، كتختار جي فورس سيريز السيري ديالك، كتختار شمن كارت جرافيك فيها، وهنا كتصبر الويندوز ديكسبلوطاسيون ديالك. ابخي اللغه كنخليوها كلشي انجلش. غوشيرشي، دونك بالنسبه للغوشيرش كاينه بليزيوغ تيب دو درايفر، درايفرات كاينه بليزيوغ تيب. كاينه دبليو اش كيو ال، هذاك هو اللي كيكون جيم ريدي او اللي كيكون فهمت سيم تيستي مزيان، درايفر اللي واعر اللي تيستي مزيان، اخر درايفر اللي تيستي مزيان. كاينه درايفر بيتا، بيتا هو اخر فيرسيون ولكن كتكون باقا ما تيستاتش 100%. وعندنا درايفر هوت فيكس، هوت فيكس بعد ما راس كيوقع شي مشكل في الدرايفر، عملوا شي درايفر جديد وتيليشارجيت هكذا، ومن بعد شافوا ان بزاف الناس وقع لهم شي مشكل خفيف، دونك يعملوا واحد درايفر هوت فيكس كتيليشارجا ما كتكون فيه حتى شي حاجه زايده، من غير انه كيحل ديك المشكل اللي وقع في الدرايفر اللي قديم على بعد من يخرجوا واحد الفيرسيون جديده. دونك كنتسنى فهمتوا تخوا تيب ديال درايفرز. دونك هنا كاينه سيبورتد برودكتس، مي كتشوف درايفر شنو كي سيبورتي بالنسبه للكاد جرافيكات. وانا اذا بغيتي بلوس دانفو اوكي، دونك مي كتيليشارجي طاق ايزي. غنجيو حنايا هو متيليشارجي هنا، الدوبل كليك بيان سور، الدوبل كليك تعرف درايفر هنا اوكي. هذه المرحله هاي ديكومبريسي الفيشيز وهاي فتحهم. دونك هنا خصني واحد الحاجه اللي نهضر عليها بزاف، جي فورس اكسبيرينس. دونك جي فورس اكسبيرينس كيصيفط عندهم واحد لوبسيون كيبقى يصيفط فيها دي دوني للشركه. دونك هاد لوبسيون اللي كيصيفط بها دي دوني للشركه، حنا مع الكونيكسيون في المغرب واعره بزاف، يقدر هاد لونفوا ديال الكونيكسيون يتقال لك الكونيكسيون ولا يتقال لك بينك، وفي نفس الوقت يقدر يتقال لك بي سي. اي حاجه كتخدم في الباك جراوند ديال البي سي، يعني كتخدم في البروسيسورات اللي مخبئين، يعني كنحاولوا نتفاداوها وكنحاولوا نزولوها في اي بروغرام، ماشي غير في جي فورس اكسبيرينس، اي بروغرام. دابا انا هضرت على انفيديا جي فورس حيت عندي كارت جرافيك انفيديا، وقلت نهضر على شي حاجه اللي عندها ديجا فهمتي، بالنسبه لكارت ام دي عاوتاني يكون عندها السيستم ديالها بوحدها. دونك انا جي فورس اكسبيرينس تقدر تانستالي اذا كنتي باغي تريكوردي بشادو بلاي، سينو ننصحك انا ما تانستاليش ديك جي فورس اكسبيرينس مره، تخدم شي بروغرامات اخرين كيريكورديو اكشن مي ريليس فرابس رابتر بزاف ديال لي بروغرام. سينو اذا كان عندك بي سي مزيان وصحيح وباغي تريكوردي بجي بشادو بلاي، تيليشارجي شادو بلاي ماشي مشكل. مي حنا هنا اغري كونتينيوي. دونك بالنسبه اذا كان واقع لكم ديجا مشكل، عندكم مشكل في درايفر، واقع لكم ديجا مشكل في درايفر، شنو الحال؟ ديجا انستاليوه في مره، ياك ديجا انستالي كلشي، رودو مع راه البي سي عاد عاود عمل الانستالاسيون. وثاني حاجه تقدر تعمل واحد دي بروغرام اللي كي ديزانستاليو لك اللوجيسيال من القاع من روجيستري، كي تيليشارجو لك من البي سي كيزولوه لك مره. كاين واقيلا توتال ان انستالر، كاين بزاف ديال البروغرام، ما تقدر تغوشيرشي في جوجل البروغرام اللي كي ديزانستاليو لي بروغرام تو سامبلومون. اوكي، بالنسبه اذا كان عندك درايفر مزيان خدام ترانكل، بغيتي غير تعمل ميزاجور فهمتي، ميزاجور فيفا، بغيتي تشوف شي جو اكسيتيرا. واحد النصيحه، اذا كانت عندك كارت جرافيك قديمه بزاف، نقولوا 750 تي اي ولا شي كارت جرافيك اللي قديمه، احسن ما تيليشارجيش الميزاجورات الاخرى، حيت بعض المرات كيعملوا انفيديا كيعملوا الميزاجور الاخرى فيهم بعد الفايوس الكارت جرافيكات القدامين، يا اما كيتقلهم يا اما كيخسروهم، وحده من جوج هادي فهمتي باغ اكسبيريونس، ماشي غير كنقولها لكم والسلام، حيت ديجا وقعت لي. دونك اذا كانت عندك شي كارت جرافيك قديمه بزاف 750 تي اي ولا شي 600 وشي حاجه، بلا ما تيليشارجي الدرايفر الاخر بدون نقاش، خليك بالعاد ديالك. شوف قلب على الدرايفر اللي خدم لك لي جو كاملين مزيان، وبقى في ديك الدرايفر ما تبدلوش، ديزاكتيفي دي جي فورس اكسبيريونس وخليك عايش الحايط تتبدل الكارت جرافيك. اوكي، دونك مشكل عندنا كوستوم وعندنا اكسبريس. هاد الاكسبريس عمرك تعملها، واخا يقول لك ريكومندد عمرك تعملها، عمل كوستوم. اوكي كوستوم، هنا عندنا درايفرز اللي كي انستالو كاملين. حنا واحد الحاجه اللي ما كنستعملوش هو 3 دي،
علاش حنا نانستاليو 3 دي؟ انت ما عندكش ني مناظر 3 دي، ما عندكش ديك انفيديا 3 دي كيت، ديك اللي كيجي مع انفيديا، دونك ما عندك ما تعمل بال 3 دي. جيفرس اكسبيرينس ما عندك ما تعمل بها الا اذا كنتي غاتريكوردي بشادو بلاي كما قلنا. واللي باقي عاد بقى لك كارد درايفينغ درايفر، وغيبقى لك اتش دي اوديو درايفر، وغيبقى لك فيزيك سيستم سوفتوير. دونك هادو الثلاثه، هادو الثلاثه اللي اهم حاجه اللي خصك انستاليها. وواحد الحاجه هي تكون شات بيرفورم ا كلين انستاليشن انستاليها بيان سور. علاش ما تعملهاش؟ علاش خصك تعملها؟ حيت هذا كيعاونك باش يزول لك السيتينغز ديال انفيديا اذا كان وقع لك شي مشكل، وكي كيحاول يتفادى انه يوقع شي مشكل بالدرايفرات بجوج، يكون البروفايل ديالهم مخربق ويتخربق على حتى البي سي وتطيح لك الاف بي اس ولا شي حاجه. دونك راه هما عملوها هنا لسبب ما. دونك على احسن تستعملها بيرفورم، انا دائما كنعملها. ومن بعد حنا ما كليكوش على الناس حيت غيبقى انستالا، غيبقى انستالي هو هذاك. دونك هادشي اللي كاينه لي زوبسيون فهمتي، حيت ملي يبدا انستالي الريكورداج غيوقف. دونك ميت انستالي الدرايفر، رودي ماري بي سي، دونك ما تدخل تلعب ديريكت مور درايفر ميت انستالا، رودي ماري بي سي عاد تدخل انستالي. دونك هادشي هاد الدرايفرز هما القضيه ديالهم هي هادي. ابخي شني باقي اخر ما قلتي؟ كنظن قلت كلشي. دونك كان واحد الفيديو خفيف ديال انفيديا درايفرز كيفاش انستاليهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو، هو هذاك. كنتمنى يعجبكم الفيديو كما العاده. لايك تابوناي وكليك على سبسكرايب، تشوف فيديو سالك خرجوا، كليك على النوتيفيكاسيون. عمل اللي بغيتي فهمتي، تخموش جوني باج جوني جروب اللي بغيتوها، هما اللي انا في الديسكريبسيون ديال الفيديو. خليكم في سميت فولو بيس.